هذه المداخلة الثانية عنونتها ب، فهنا يتعلق الأمر بتحديد الحداثة خاصة في الفن التشكيلي. الحداثة في الفن التشكيلي أساسا، ثم مفهوم ما بعد الحداثة في هذا الفن اللي هو الفن التشكيلي. هذا هو الغرض من هذه المداخلة. العنوان هو فن ما بعد الحداثة ونهاية استتيق الضوء. فن ما بعد الحداثة ونهاية استتيق الضوء. وسأتناول هنا نموذجين لفنانين معاصرين اللي هما مارسيل دوشامب، ما يسمى بالريدي ميد عند مارسيل دوشامب، والبوب ارت عند أندي راول. فأولا الحداثة مفهومها العام الفلسفي والسياسي، هذا موضوع كبير وقد لامس الأخ عبد الهادي الهروي بعض معالمه وبعض القضايا التي تطرح في هذا المجال. أنا سأركز فقط على الحداثة في مجال الفن. فلا رجعنا لتاريخ الفن، نجد بأن مؤرخي الفن والنقاد يجمعون على أن الحداثة في التشكيل بدأت مع المدرسة الانطباعية، مع ما يسمى بالامبريسيونيزم في العرب، في نهاية القرن التاسع عشر، بإسهام عدد من الفنانين الفرنسيين على الخصوص اللي هما كلود موني، رونوار وبيسارو وغيرهم. فما الذي يميز هذه المدرسة؟ هو تحررها بصفة عامة من معايير التصوير الأكاديمي الرسمي. تصوير أكاديمي الرسمي الذي كان سائدا منذ عصر النهضة. فهذه المدرسة تحررت من هذه المعايير التقليدية القديمة والرسمية التي كانت مكرسة من طرف الأكاديمية الفنون في فرنسا. إذن هي تحررت من التسجيل الوصفي المطابق للواقع إلى التعبير على الانطباع، لما يسمى الانطباع لامبريسيون، اللي بداوا بها هاد لي زامبريسيوني، من هاد تخلق هاد الاسم ديال لامبريسيونيزم. وأول لوحة دشنت هاد الاتجاه هي لوحة انطباع شروق الشمس. انطباع شروق الشمس، لامبريسيون سولي لوفون، هنا جات هاد كلمة امبريسيون. مع الانطباعية إذن بدأ التخلي عن التسجيل الوصفي المطابق للواقع إلى التعبير عن رؤية معينة للواقع. هنا أصبح الفنان، ذاتية الفنان هي التي تفرض نفسها عوض أن يحاكي الواقع، أن يسجل الواقع بدقة، أكثر دقة ممكنة إذا أردت. هذا الروح الذاتية، هنا بزوغ الذاتية في الفن، وهذه الذاتية من المعالم ما يسمى بالحداثة بصفة عامة، وهي بروز فردية وبروز ذاتية الفنان. هذا الانتقال أسميه الانتقال من الموضوعية والواقعية إلى الرؤية الذاتية، ترسخ مع عدة مدارس فنية توالت في الغرب طيلة القرن، أواخر القرن التاسع عشر والجزء الثاني من القرن العشرين، وهي اتجاهات معروفة في تاريخ الفن، الوحشية والتعبيرية والتكعيبية عند بيكاسيو، السوريالية والمستقبلية. إذن في واحد الفترة وجيزة توالت عدة اتجاهات فنية تدعي كلها التجديد وتدعي الطلائعية، وتحاول أن تخرج عن الاستيتيقة الكلاسيكية القائمة على التقليد والمحاكاة ولا ريبريزونطاسيون، تمثيل بصفة عامة. أصبح الفن الحديث إذن يعيد رسم الموتيف، الموضوع الموتيف الفن، ما يرسمه الفنان ما يسمى بالموتيف، يرسمه بأسلوب لا واقعي وغير موضوعي، يحوله إلى شكل دال على إحساس أو شعور أو رؤية إلى العالم. بعد أن كان سجين تصوير الموضوعي للواقع، ولكن بالنسبة لهذه المدارس التي ذكرتها من الانطباعية والتعبيرية والتكعيبية والوحشية إلى آخر، هذه المدارس كلها ظلت كتشتغل في إطار واحد الموتيف
كتختاروا كيختاروا كل فنان يمكن التعرف عليه بالرجوع إلى الواقع. إذن دائما حضور الواقع في اللوحات الوحشيين والتكعيبيين والسورياليين إلى آخره. ولكن مع المدرسة التجريدية كيغيب الواقع، كيغيب ذاك الموضوع الواقعي، وكنصبحوا أمام واحد الإبداع خالص في ذاتية الفنان كيتعامل فقط مع اللون ومع الشكل. إذن هنا وصلنا إلى القمة، قمة الحداثة، أو كما يقول البعض منتهى الحداثة في الفن. منتهى الحداثة هو هذه التجريدية بصفة مطلقة. البعض كيقول بأن هذه الحداثة انتهت مع ماليفيتش في لوحته المسمات المربع الأبيض على الخلفية البيضاء، مربع أبيض على خلفية بيضاء، كأن لا شيء موجود هنا. النهاية ديال هذا الانقلاب، هذا التحول الكبير الذي حدث في الفن الغربي مع الفن الحديث، لا يمكن فهمه إلا في علاقته بالحداثة على المستوى السياسي والحداثة على المستوى الاجتماعي والفلسفي. فإحنا هنا انعكاس التحولات التي عرفها الغرب اجتماعيا وسياسيا، ظهور مفهوم المواطنة والفرد والمجتمع المدني والحقوق الإنسان والمواطن، التحولات التي وقعت على المستوى الاقتصادي مع الرأسمالية والتطور إلى آخره، كله كينعكس على المستوى الفني في هذا التحول من الفن الكلاسيكي الرسمي إلى الفن الحديث. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن نركز على مسألة أخرى، هي الجانب التكنولوجي وخاصة الفوتوغرافي مع ظهور ما يسمى فن الفوتوغرافي. كان عنده واحد تأثير كبير على الفنان. مع الفوتوغرافيا ترسخ لدى الفنانة أنه ليس من مهمة الفن التصويري لا بينتور أن يحاكي، ما دام هناك فن كيحاكي الواقع وتنقله كما هو بدقة أكبر اللي هو لا فوتوغرافي، إذن ليس دور الفنان أن ينقل الواقع بل أن يخلق واقعا آخر، واقع قائم بذاته باعتباره هو نفسه لغة توسع أفق التفكير والمعرفة. دائما ناخذ هذه العلاقة ما بين ظهور الفوتوغرافي وما بين الحداثة في الفن. بالنسبة لأحد النقاد الأمريكيين السويسري هذا هانس غومريش كيقول في كتابه الفن والوهم، الفن والوهم آغي إليزيون، كيقول لم تعن وظيفة الفنان هي وظيفة الشاهد والممثل لو تيموان اي لو ريبريزونطون، كما كان في الفن الكلاسيكي اللوحة كانت شهادة تاريخية، هذا شيء أساسي كان عند الفنان، ومن ثم كانوا كيعيشوا من هذيك اللوحات، لأن كانت كتقدم في القصور كدير لي بورتري في القصور في المعابد في الكنائس. الفنان كان شاهد، كأنه مؤرخ، كأنه تيموان على واحد العصر وعلى واحد الحدث تاريخي معين. هذا الجانب إذن تجاوز دام على فوتوغرافي ومع السينما اللي أصبحت كتنافس الفن الحديث فن الصبابة أو فن التصوير كما يسميه البعض. كيقول كذلك كليمون غرينبرغ اللي هو أحد النقاد الأمريكيين كيقول أن الحداثة في الفن تكمن في عملية التطهير، كيسميها هنا إن بيغيفيكاسيون، عملية التطهير لكل وسيط ميديوم، إنها مسيرة استقلال كل فن من خلال استبعاده لكل التقاليد والمواضعات التي تعتبر غير ضرورية وغير جوهرية لوجوده وقابليته للحياة من حيث هو ميديوم. إذا الفنان ولا كيركز على الفن ديالو باعتباره واسطة كيخلصوا من جميع ديك العناصر القديمة. هذه هي الحداثة في الفن بصفة عامة، وهاد الحداثة هي واحد الروح اللي بغينا نعطيو واحد لا ديفينيسيون، هي روح فكرية، هي مشروع فكري، هي أنيطة، واحد الوضع، واحد تصور جديد للعالم. هذه الحداثة بصفة عامة وعندها تجليات على مستويات كثيرة ومتنوعة.
وبالتالي دائما ملي كنتكلموا على الحداثه خصنا نحصروها في واحد المجال. الحداثه مثلا في السياسه، اش كتعني الحداثه على المستوى السياسي؟ الغرب كيقرنها بالعلمانيه، الفصل ما بين ما هو عمومي وما هو خاص، في المجتمع المدني، في حقوق الانسان، في المواطنه، هذه حداثه سياسيه. ثم هناك الحداثه على المستوى الاقتصادي، لا تكنولوجي، لامبيريزم، التجريب، الرياضيات، لا تكنولوجي، هذه حداثه على المستوى العلمي. اذا حداثه هي واحد المفهوم عام، خصنا دائما نراعي ونركزوا على المجال اللي كنتكلموا فيه على الحداثه والمعنى الذي يعطى للحداثه في هذا المجال. هي إذن انعكاس لمشروع ونموذج ثوري. الحداثه هي ثوره، هي نموذج ثوري، والحداثه واحده، حداثه واحده ولكن التحديد يختلف. في المجال السياسي الحداثه واحده ولكن التحديث يختلف. ممكن واحد المجتمع يكون فيه تحديث يبلغ مثلا القمه على المستوى الاقتصادي والعسكري والمالي ولكن ليس حديثا بالمعنى السياسي. الا ما كانش فيه حقوق الانسان، ما فيهش ايمان بالعقل، ترسيخ فكر العقلانيه وحقوق الانسان والمواطنه والدوله المدنيه، هذا ماشي مجتمع حداثي، وان كان يمكن يكون متقدم من الناحيه الاقتصاديه والتكنولوجيه. إذن هذه الحداثة إذن على المستوى الفني هي اللي عرفها الغد كما قال الأستاذ قبل ذلك، منذ الثورة الفرنسية في القرن 18 هي يوتوبيا التغيير، حاملة واحد النوع من اليوتوبيا ديال التغيير الواقع، السمو بالإنسان، تحقق العدالة، تحقق العقل، تقدم، هذه مفاهيم اللي ارتبطت بالحداثة، التقدم والتحرر، نمو الوعي الإنساني كما رسخ ذلك هيجل، وقلب علاقة القوة ومنظومة القيام السائدة. هذه الحداثة. ننتقل لما بعد الحداثة في الفن. ما بعد الحداثة هذا كمفهوم تبلور أولا في مجال النقد الفني قبل أن يتبلور في مجال الفلسفة، هو استعمل في مجال النقد الفني وخاصة في فن العمارة في الأرشيتكتور، ثم في مجال النقد الأدبي الشعري في مجال الشعر، ثم عند أرنولد سوينبي في مجال التاريخ. إذن هذا الكونسيبت اللي هو ما بعد الحداثة هو مفهوم تبلور منذ الأربعينات في عدة تخصصات. قبل ما ياخذوا جان فرانسوا ليوطار اللي غادي يوضع كتاب شهير ديالو اللي هو لا كونديسيون بوست مودرن اسي سور لا كونيسونس اسي سور لو سافوار، غادي يعطي لهذاك غادي يعطي لهذا المفهوم اللي كان هو موجود من قبل منه، غيعطيه واحد الاشعاع واحد الانتشار اكبر لهذا المفهوم اللي هو ما بعد الحادث. ولكن من احنا هنا هو في الفن، هاد مفهوم الحداثه ما بعد الحداثه بدا كما قلت في العماره في لاشيتكتور، وهنا السيمه ديالو بارزه لان كيبقى نتسائلوا ما هي معنى الحداثه في الفن، ما هي سمات ما بعد الحداثه في الفن. ولكن الى رجعنا الى لاشيتكتور في العماره غنفهموا شنو هي ما بعد الحداثه في مقابل الحداثه. الحداثه تبنت علينا في الماضي لنا في القديم، ومشروع جديد دائم ومتطور ودائم طلائعي، كل اتجاه كاين في اتجاه الاخر، ولكن ليس هناك عوده الى الماضي والى التقليد والى الماضي، هناك دائما محاوله تجديد، اتيان باشكال جديده وتعبيرات جديده. لا، ما بعد الحداثه على العكس تلجا الى الماضي والى القديم، رجوع الى الماضي الى القديم الى الاشكال والاساليب القديمه. كيفاش؟ دابا في العمران في الارشيتكتور كنلاحظوا مثلا هذوك العمارات اللي عندنا في الدار البيضاء ديال 14 طبقه، هذيك عماره موديرن. هذيك البنات اللي كنلاحظوا في دبي وفي ابو ظبي وفي دول الخليج، هذيك العمارات هذيك عمارات حديثه، شكل حديث.
عمارات كبيرة، مجموعات كبيرة، ما كتميز فيها لا السكن ولا المؤسسات ولا الإدارات. هذا كيميز الحداثة في الفن. مجموعات سكنية عندها نمط واحد خطي عقلاني وظيفي، بمعنى المهندس كيبني واحد البيت أساسه وظيفي، هذا ديال النعاس، هذا الماكلة، هذا ديال العمان، هذا الراحة. إذن لا فونكسيوناليتي، الجانب الوظيفي هو اللي كيغلب في مجال الارشيتكتور. ثم استعمال المواد، اسمنت، خرسان، حديد، الزجاج، هذه الارشيتكتور اللي هي موضع اللي سادت في أوروبا. هذه الارشيتكتور بوست مودرن في العمارة ما بعد حداثي كيرجع إلى الماضي، يأخذ أشكاله من القديم، من الفن الباروك وديال العصور الوسطى، ويتعامل مع المواد التي توجد في البيئة، كيتعامل مع الجانب الجغرافي، كياخذ ما يسمى إلى بغينا نقولوا بالجانب الجغرافي ديال واحد المنطقة معينة، ويستعمل المواد التي يستعملها الأهالي في هذيك المنطقة. إذن كيرجع للماضي وكيرجع للثقافة الشعبية لو بوبولير، حسن ديال الناس اللي هما في كيعيشوا في واحد الفتره معينه. اذا هو لا 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 لا, لا يسير بداك الخط ديال الحداثه، لا كيرجع الى الماضي. هذا اللي غنوجدوه في البوب ارت، وغنوجدوه في هذه الفنون اللي هي اللي غنسميوها ما بعد حداثيه، بمعنى كترجع الى الماضي، كتاخذ اشكال من الماضي، وكدير واحد التركيب انتقائيه يغلب عليها الطابع الانتقائي، كيمكن تجمع ما هو تجريدي مع ما هو تشخيصي، ما هو قديم مع ما هو حديث. هذه ميزة أساسية ديال لا بوست مودرنيتي. ثم الفردانية، الفنان اللي هو ديال لو بوست مودرن ما كيعطيكش أسلوب، كيدعيش أنه أسلوب، ما عنده إيديولوجيا، ما عنده مشروع، كيعبر بواحد الشكل فردي خالص ومطلق. هذا هو لا بوست مودرن. ما كاينه لا طالعه، ما كاينش مساله الطالعه، ما كاينش مساله الالتزام بالحديث الحاضر، لا، يتعامل هو مع الماضي، لا يرى اي مانع في ذلك. سانتهي، موضوع طويل كذلك. اذا هاد الفن ما بعد الحداثه الميزه ديالو الاساسيه هي الانتقائيه، كل اللي ياخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، الانديفيدياليزم، ثم الشعبوية، أنه فن كيعتمد على الثقافة السائدة واللغة السائدة عند كافة الناس، هو ما عندوش هذاك التمييز ما بين ثقافة شعبية وثقافة نخبوية وعادية. كنلاحظوا مثلا في الموسيقى المغربية اللي كنلاحظوا اليوم، موسيقى ما فيهاش ذاك الطراب، ما فيهاش ذاك البعد الأسلوب، يهتم بالأسلوب وبالشعر وبالشاعرية، تاخذ كلمات من الحياة اليومية وديرها موسيقى وصح. دورك اللي كيهم هو النجاح العمل، أي انتشاره داخل المجتمع، وإن لم تكن له أي قيمة من الناحية الاستثيقية، هذا هو اللي كيهم، الفردانية والانتقائية. ثم هاد الميزة ديال عدم تركيز بإطار جنس معين، كيمكن الفنان ما اللي هو ما بعد الحداثة أن يعتمد أجناسا متعددة، وبالتالي كيعطينا واحد الفن اللي هو هجين، فيه جمع بين أجناس فنية متعددة ومختلفة. كيدار لي طولت، شوف أنت الوقت راه قدامك أستاذ. غادي نوقف عند الكلمة الأخيرة اللي هي بغيت نعطي واحد النموذج بسيط اللي قلت بأن دوشان هو وهذا البوب ارت. بعد ما كان في الحديث كما قلنا كله طلائعي كيعتمد على الاسلوب والاصاله والابداع، هذا فن ما تيهتمش بهذه المسائل. غادي نلاحظوا مثلا مع مارسيل دوشان في واحد اللحظه معينه في 1917 كيقدم لواحد المعرض في امريكا في نيويورك ديال معرض الفنانين المستقلين، مستقلين سون دي دادا يسميت هما نفسهم مستقلين، كيدعوا الاستقلاليه عن الماضي وعن كل ما هو متوارث، كيقدم لهم هذيك العمل ديالو، ديك المنحوته اللي ليست منحوته،
اللي هي الميبوالا لا فونتين، كيقدم لا فونتين شيء جاهز، شيء جاهز كيتباع صناعي لم يتدخل فيه، كيوضع عليه واحد التوقيع واحد التعليق وكيقدموا لهاد المعرض. طبعا في البدايه غادي يترفض، غادي يترفض في البدايه انه ليس عملا فنيا، ولكن الا رجعنا النقاش اللي كان ما بين هذيك اللجنه هذاك لو جوري اللي كان في هذاك المعرض، هو نفسه كان عنصر من لو جوري. اش غيقولوا هذوك؟ غيقول لك ماشي مهم في الفن ان الفنان هو اللي يصنع واحد العمل فني، المهم هو زاويه النظر، زاويه النظر اللي غيعطيها، اللي غيعطيها لواحد الشيء، هذا هو اللي غيصبح مهم. وان لم يصنع الفنان شيئا بيده او يبدع او يكون اسلوب، يمكن لي ياخذ اي حاجه ولكن يوضعها بواحد تصور جديد، ثم على اساس ان المتلقي، وهذا شيء مهم في البوست موديرن، ان المتلقي هو اللي كيحكم، كنتركوا الاولويه للجمهور. بحال اللي كنقولوا حنا في الفن ديالنا الجمهور عايز كذا، الجمهور هو الحكم، نضع واحد الشيء معين ونقدمه للجمهور، الجمهور هو اللي غيأول، هو اللي غيقرا، هو اللي غيفهمو، هذا هو المهم. اذا غيعطينا هذيك الميبواله الشهيره ديالو اللي كتعتبر هي فين هذيك باش تبان، راه ما كتبانش مزيان كيدير لي هذاك هذاك فوالا شويه هاد النبوالة. هو غيقدمها لهم وغادي يدير لها واحد الاسم اللي هو ميت، ريمون ميت، سميه اخرى ماشي ديالو هو، ويعطيها لهذا المعرض ما غتقبلش، هذا ليس عمل فني، هذا عمل صناعي في البدايه، ولكن من بعد غادي يتم الاعتراف بها كاثر فني، هذا هو اللي كيهمنا حنايا، يتم الاعتراف بها، ولكن على اساس ان هذاك لو جوري، هذيك هذوك الحكام اللي كانوا تما اش كيقولوا؟ كيقولوا بغيت نقرا هذه المساله بالضبط، ها هي كيقولوا ليس المهم هو ان يصنع الفنان بيديه منتوجا فنيا، مساله اليد لا، ما بقاش على هنا هو اللي كيصنع وكيبدع كما كنعرفوا حنا في الفن، لا، بل في ان يختار موضوعا ينتمي الى الحياه اليوميه ويخلصه من قيمته الاستعماليه كما كان في الحياه اليوميه بعنوان جديد وزاويه نظر جديده. هذه هي لا بونسي ديال البوست مودرن، ديال لو بوست مودرنيزم، بمعنى ما بقاش كتعطي الاولويه للفنان، حتى كتعطي الاولويه للمتلقي وللجمهور. من بعد هو هذا الريدي ميد هذا ليس هو الاول، هو وضع قبل منه دراجة، كنقدم دراجة، العجلة ديال الدراجة قدمها كمنحوتة، هو ماشي بيدي ولكن أخذها من الواقع، شيء مصنوع وقدمه كمنحوتة، شيء جديد. هادو هما الأعمال ديالو، هادو هما الريدي ميد، البداية ديال الريدي ميد والبداية ديال ما يسمى بالفن المعاصر، الفن ما بعد الحداثة، هذا هو البداية. ولكن أي فن، هذا الفن الجديد لو ريدي ميد كيطرح السؤال العريض حول ماهيه الفن، كيسكو لا، ومن ثم كنعتبروا ريدي ميد هو لومبرايور، هو المحرك ديال هذا الفكر الجمالي المعاصر اللي كيتاسس على نفي دلاله الفن التقليديه ومحاوله اعاده بناء مفهوم جديد للفن. هذا الاتجاه هو الذي سيسير فيه من بعده، وهذه اخر كلمه دابا انا حيت كنسير غنمارس ديكتاتوريه المهم الكلام كما مترابط،
هنايا عندنا البوب ارت، لو بوب ارت في امريكا ديال انديراوي، ياخذوا اشياء من الواقع، الثقافه الجماهيريه معروفه عند الناس، ويعيدوا تشكيلها عن طريق لا سيريغرافي، لا تكنيك ديال لا سيريغرافي، كيعرض. إذا هو لا يبدع شيئا، وإنما يعيد للمجتمع صورته. الأشياء التي يعيشها المجتمع وهي منتشرة الثقافة الجماهيرية، هو يعيدها إلى هذا المجتمع الاستهلاكي. وعطى واحد وبلغ واحد بلغ واحد المرتبة كبيرة من حيث الشهرة، وهو لا يجد أي مشكل في أن يسمى فنان تجاري. كيقول لك أنا فنان رجل، فنان رجل أعمال. هو بدأ رسام ديال الإشهار، وكيقول لك نتمنى نتا حياتي كفنان رجل أعمال. مسألة الجانب التجاري والإشهار ولا بيبليسيتي هنا كتلعب دور كبير في هذا الفن المعاصر. شكرا على هذا الانتباه، نعطي الكلمة للأخ عبد الكريم جدي.